جمعية حماية المستهلك تعمل على تفعيل الرقابة ورفع المستوى الثقافي للمستهلك عن طريق التوعية بحقوقه وواجباته، وتساعد على حمايتهم ومساعدتهم خصوصا اللي يقع عليه الضرر. أكيد أكيد. عبد الرحمن معانا عبر الهاتف الأستاذ مشعل المانع رئيس إدارة جمعية حماية المستهلك، علشان يشرح لنا آخر مستجدات حملة خلك واعي وأمور تهم المستهلك، وأيضا مفتشي وزارة التجارة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، حياكم الله وتشرف فيكم في هذا اللقاء. حياك الله. حياك الله اخوي مشعل، واحنا سعداء في سماع صوتك، واكيد اخر التحديثات حول هذه الحمله اللي دائما نسمع عنها كل خير، فحابين نعرف شنو اخر مستجدات حمله خليك واعي. احنا في طبيعه الحال عندنا في هذه الحمله عبر منصاتنا الاعلاميه نشرنا وسائل وايضا بوستات خاصه لتوعيه المستهلكين في الكويت، وخاصة بعد توقيعنا مع البروتوكول في كل الجهات المعنية من هيئات ووزارات خاصة معنية في قطاع الاستهلاك، والتي تشرف وتراقب خاصة في قطاع الاستهلاك، مثلا هيئة الاتصالات، جهاز حماية المنافسة، أيضا طيران المدني، وحدة كثير من تلك الجهات، وبالتالي نأخذ منهم التبادل الإعلامي، نقدم وسائل ورسائل خاصة في منصات الإعلامية لتوعية المستهلكين لمعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بالإضافة إلى عملية اختصاص الذي منح في القانون رقم 39 لسنة 2014، والخاص بتقديم التوعية الخاصة لكل المستهلكين وأيضا معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم. جميل جدا. أستاذ مشعل، مع التطور الزمني لم تقتصر عملية البيع والشراء في المحلات وغيرها من الأماكن، وأصبحت على السوشيال ميديا منتشرة فيها التجارة. لما نتكلم عن البيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المرخصة تحديدا، اليوم وزارة التجارة طبعا نظمت هذه العمليات، وبشكل بسيط رغم اليوم احنا يعني نفتقد التشريع الخاص بالتجاره الالكترونيه، ولكن هناك تنظيم في عمليات من يرغب من يقوم بالبيع من خلال الاونلاين سواء في انستغرام او اي منصه في السوشيال ميديا، وبالتالي له حق بان يقوم بتعريف نفسه من خلال ترخيص بامكانه، ان كان هوم بزنس او خلافه، وبالتالي يمنح هذا الترخيص ويقوم لتعريف نفسه امام المستهلكين للاطمئنان، وبالتالي حتى يثق المستهلك لمعرفه من هذا الشخص الذي يقوم وراء هذا الحساب، وبالتالي تقوم عمليات البيع والشراء بشكل انسيابي. خاصه اليوم احنا نشوف ان التجاره الالكترونيه بشكل سريع ومتسارع، ما بعد كورونا قام المستهلك يثق بشكل كبير بالشراء من خلال نقول احنا التجاره الخارجيه مو فقط المحليه، وبالتالي اليوم احنا لابد ان ننظم تلك العمليات ونقوم بالمزيد من التشريع. وطالبنا سابقا وزاره التجاره وقدمنا مشروع التجاره الالكترونيه الى مجلس الامه ومجلس الوزراء الخاص بتنظيم تلك العمليات الالكترونيه. ودنا نعرف يعني شنو ابرز عمليات الاحتيال اللي ممكن يتعرض لها اليوم المستهلك، خصوصا الناس اللي تشتري سواء من انستغرام ولا من تيك توك او من اي تطبيق ثاني. اليوم تنتشر العمليات النصب خاصة في المواسم، احنا نستقبل وفقا لاختصاصنا الكثير من الشكاوى الخاصة للمستهلكين التي تأتي وقت في المواسم، بالتالي مثلا اليوم عندنا في الأعياد والمناسبات، أو اليوم عندنا مثلا تذاكر السفر، مشاكل تذاكر السفر خاصة في موسم السفر، فبالتالي هذه المشاكل تكون دائما في حسابات وهمية، ويدعي من يعني يحتمي خلف هذا الحساب بأنه يقوم بتقديم تلك الخدمات، والمستهلك للأسف أنه دائما أو بعض المستهلكين دائما يقعون في هذه المشاكل ويقومون بالشراء والوثوق من تلك الحسابات، وأيضا تتكرر هذه المشاكل فقط في المواسم. اليوم عندنا مشكلة أساسية بأن بعض المزادات في الانستغرام مثلا هذه خاصة صحيح كثيرة اي هذه في شكل يومي تصلنا، ف بعض الحسابات مرخصه ويعني عندها ترخيص، وبعض الحسابات غير مرخصه. عشان كذا احنا نقول للمستهلكين لابد ان يعني قبل او خوض مرحله المزاد لابد ان تثق بهذا الحساب وهذا الاكونت، وتطلب مزيدا من المعلومات وخاصة معلومات الفاتورة وبيانات البائع ومحتوى المنتج اللي شريته،
لان بالنهايه يعني المشاكل اللي وقعت خاصه في استقبال الشكوى وهي عمليه انها محتوى المنتج يكون مثلا مقلد او غير اصلي صحيح. فبالتالي لابد ان يثق المستهلك في هذه العمليات حتى لا يقع في نزاع، وان اصبح هناك نزاع لابد ان يتم حلها من خلال النيابه التجاريه للاحالات. جميل جدا. إذا بروح معك أستاذ مشعل ونتكلم عن إجراءات الضبطية القضائية، شنو الشروط اللي لازم يلتزم فيها المفتش حتى يتجنب الوقوع بخطأ في إجراءات الضبطية؟ الأساس في هذه الإجراءات هو مثلا نفترض اليوم في إجراءات التعاقدات لابد المستهلك أن يضع شروط في بنود خاصة حتى لا يكون هناك أي نزاع، وبالتالي مثل ما قلنا سابقا اللي حالة في النيابة التجارية. لكن في عملية الضبط، في عمليات الضبطية القضائية الخاصة للمفتشين، احنا اقمنا بعض البوستات الخاصة لاخواننا المفتشين. نعم، وقاعدين نشوفها على الهواء بالمناسبة استاذ مشعل. اي نعم، هذه البوستات هي من باب الشراكة والبروتوكول الخاص بيننا وبين ايضا وزارة التجارة، واحنا اساسا مشهرين من وزارة التجارة ومنحنا هذه الاختصاصات ايضا من وزارة التجارة، وبالتالي هي عملية تشاركية بالتوازي مع اخواننا المفتشين لتوعيتهم. ومن ضمن هذه الرسائل هو بان لا يقع المستهلك بعض التعاميم، للاسف واحنا اكتشفنا بعض المفتشين لا يعلمون بهذه التعاميم، عشان كذا احنا لحمايتهم ولسلامه الضبطيه وحتى لا يكون هناك مثلا مشاكل في اجراءات التقاضي في الضبطيه، فاقمنا تلك البوستات لحمايه بعض المفتشين. مثلا يعني نقول احنا لوحظ هذا التعميم صدر في وزارة التجارة رقم 4 لسنة 21، لوحظ قيام بعض المفتشين بالشراء من المحلات أثناء قيامهم بالمهمات الرسمية، وبناء عليه طبعا المفتش أثناء يلبس اللبس الرسمي ويروح المهمة الرسمية للتفتيش في محل معين، فأثناء وجوده هنا يقوم هو هذا المفتش إنه يشتري بضاعة، فهذا خطأ. حتى ولو استحل هذه البضاعة وحاب يشتريها لابد أن مثلا نقول يشتري في جهة أخرى غير الجهة الموجود فيها أو المحل الموجود فيه. صحيح. اللي من خلال ليش؟ إنه ممكن في لبسه يكون هناك رهبة للباع، وبالتالي ممكن يخفض القيمة الأصلية. فهني دواء لأي مفسدة، وأيضا لحماية المفتش، فنزل هذا التعميم وهو يحضر على جميع المفتشين وحاملي الضبطية القضائية التعامل مع المحلات بصفتهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية مع أفضلية عدم الشراء من المناطق التي يقومون بالعمل عليها، وذلك درءا وحماية الموظفين. هذا بوست نشرناه. شيء طيب بالعكس، يعني اللي قاعد تسوونه والامانه جهد تشكرون عليه في جمعيه حمايه المستهلك، انكم قاعد تواكبون الاحداث الجديده وقاعد تشوفون هذه الملاحظات اللي قد يغفل عنها بعض الناس. فشكر وتقدير لك استاذ مشعل على كل ما تقوم فيه اليوم من جهود. ودنا بعد هم تسوون بوست حق اهل التيك توك اللي يدعمون ويدزون فلوس هذا. هم نبي توعيه لهم مثل ما سويت حق اهل الانستغرام اللي يشترون. هم بعد اليوم الناس قاعد تصرف ترى مبالغ على هذه التطبيقات في يعني امور اي ما لازم تصرف عليها الفلوس، او ان تكون جهات غير موثقه او غير معتمده. فشيء طيب منكم، منكم تذكرون الناس وتسوون مثل هذه البوستات. شكرا لكم. بالعكس احنا قائمين على هذه الرساله بشكل يعني اسبوعي، منصاتنا موجوده في انستغرام وايضا في التيك توك وايضا في سناب شات وتويتر، خاصه في توعيه المستهلكين. ندعو المستهلكين من خلالها، واي شكوى ايضا بامكانكم المستهلك ان يقدمها من خلال الواتساب وهو 9 4 8 3 5 5، ونتشرف فيكم وفي كل المستهلكين، وهذا دورنا وفق الاختصاص. ما تقصر استاذ مشعل، جهود واضحه وجليه، ونتمنى لكم التوفيق يا رب العالمين. ودائما هذه الحمله خلوها تكون واقعه، خليك واعي عشان الناس كلها تنتبه. ودائما الناس لا تروح تتجه الى خلينا نقول مواقع ما يكون فيها ترخيص حتى تضمن حقها لو صار لا سمح الله ما لا يرضيهم اكيد. شكرا جزيلا لضيفنا الاستاذ مشعل المانع، رئيس اداره جمعيه حمايه المستهلك. ترى جمعية موقعهم مرتب. موقعهم حلو، ويعني ما شاء الله في كل الأشياء التوعوية الزينة، وفي بعد
قانون حماية المستهلك وفي وايد أشياء أيضا يستقبلون الشكاوي فيه بالواتساب وبعد بالسوشيال ميديا. يعني الواحد لا يتباطى على هذا الموضوع ويطوف ويطنش، خلي يبادر ويكون هو مجتهد في هذا الجانب. عندك أي شكوى روح قدم على اساس تاخذ حقك. بس عاد مو تصيرون شكايا كل ما صار شيء راح تشتكي. بس ان ساعات الواحد ويطوف فيصير في تمادي من الجانب الاخر. والفاتوره ها؟ فاتوره حافظ عليها وحافظ على كل هذه الامور حتى تحفظ حقك بالاخير. وين بتودينا؟ الى فقره من فقراتنا وهي تناول الغذاء الصحي، اكيد هو الطريق الانسب والافضل للانسان بحيث انه يحافظ على صحته ويتجنب المشاكل الصحيه ويحقق نمط حياه صحي في اليوم. فقره غذاءك دواءك مع الأستاذ التغذية العلاجية والرياضية إيمان العواضي، خلينا نشوفها ونرجع معكم.